الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المشاهدون، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحل في هذه الرحلة المباركة في سرد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط وجوه الإعجاز ودلائل النبوة في مشاهد حصلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن لما نذكر هذه الغزوات إنما نذكر مقتطفات من تلك الغزوة كمشاهد ليتبين لنا وجه الإعجاز في هذا المشهد. وطبعا الغزوات إذا أراد الإنسان أن يدرك ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في جميع أحداثها فليراجع كتب السيرة، فكتب السيرة كما قلنا لا تحتاج إلا إلى أن يدمن الإنسان القراءة فيها. واليوم سنتعرض لذكر غزوة المريسيع وذكر بعض الأحداث التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. غزوة المريسيع تنسب إلى عين ماء تسمى بالمريسيع، وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بني المصطلق يجمعون للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وألبوا عليه لمحاربته عليه الصلاة والسلام، فخرج صلى الله عليه وسلم للقائهم وتأديبهم. وأول ما تبين لنا وجه الإعجاز أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تلك الغزوة لم يجد أحدا ليقاتله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم داخلهم الرعب وخافوا خوف شديد، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وذكر من تلك الخمس أنه قال: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. فلا يكاد صلى الله عليه وسلم يخرج لقتال عدوه إلا ويقذف الله عز وجل الرعب في أعدائه، وهذا أيضا من دلائل النبوة. فكل إنسان لا يخاف منه حتى يعلم مدى قوته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما إن يخرج إلى تلك البقاع ليقاتلهم إلا ويقذف الله عز وجل الرعب في أعدائه. أيضا بالمناسبة من وجه الإعجاز ودلائل النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات وغزوة من الغزوات ولعلها في أحد، طبعا نحن نذكر الآن هذا المشهد من باب التذكير بأن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائم في بعض الغزوات تحت شجرة، وجعل صلى الله عليه وسلم سيفه معلقا في الشجرة، فجاء أحد الأعداء واستل السيف واخترطه وأخرجه من غمده ووضعه على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: يمنعك مني الله. فما إن سمع كلمة الله حتى تزلزل وخاف وسقط السيف من يده، فاحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله عز وجل قذف الرعب في قلب الرجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مهابة عظيمة. فإذا لما خرج صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا في بني المصطلق، وإنما قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم فهاموا وهربوا، وكان هذا بمثابة النصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في غزوة المريسيع كان للمنافقين دور كبير في هذه الغزوة، ومبدأ أمرهم في هذا التثبيط وهذا الدور
في ثني المسلمين عن هذا الخير العظيم وهو الجهاد في سبيل الله أنه حصل مشهد بسيط بين أحد الصحابة المهاجرين وكذلك الأنصار. تزاحم رجل من المهاجرين وهو مولى لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى بجهجاه، تزاحموا على ماء المريسيع كل منهما يريد أن يشرب الأول. المهم أنهم تلاسنا في الكلام حتى ارتفع الصوت بينهما، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وبدأت الحمية وبدأ الأمر يتطور. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ورأى هذا المشهد، فعالج صلى الله عليه وسلم المشكلة بكل حكمة، فقال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم للصحابة أهكذا وأنا بين ظهرانيكم، أو قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. كلمات يسيرة جدا عالج بها النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الموقف. والصادقين في الإيمان من الصحابة رجعوا إلى أمرهم مباشرة، ولكن استغل هذا المشهد وهذا الموقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال انظروا إلى هؤلاء المهاجرين، فتحت لهم بيوتكم وزوجتوهم نساءكم أو كما جاء عنه، وقال الآن يضطهدونكم، والله لا أقول إلا كمن يقول سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هذا الرجل المنافق، طبعا هذا كفيل بأن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه. ولو قتل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول في تلك الغزوة لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم ملامة، لأن الرجل ارتكب كلام خطير جدا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الكلام منه إلا أنه نقل له من أصحابه، ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أقل هذا الكلام وأنكر الكلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ترفق بالرجل، وهذا يدل على كمال الحكمة، وذلك مشهد من مشاهد النبوة. حتى يقول بعض أهل السير أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول يدعى بعبد الله وقف على مدخل المدينة وحمل سيفه، ولما مر به أبوه حمل السيف ووضعه على عنقه وقال والله لا أجعلك تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل أبيه. المهم لما جاء الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم ودخل إلى المدينة، جاءه ابن هذا المنافق وقال له يا رسول الله سمعت أنك ستقتل أبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به. ومن عجيب أمر ابنه أنه قال إذا أنت آمرا أحدا يقتل أبي فمرني أنا من يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق بأبيك. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الحكمة التي لا تكون إلا من نبي. وفعلا كان من نتاج هذا الأمر وهذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل أصحابه الذين كانوا يؤيدونه ويشجعونه على مثل هذا الأمر جعلوا يشمئزون منه وينتقدونه في كل أفعاله. ولولا تصرف النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم هذا الحكيم لربما فتح النبي عليه الصلاة والسلام له فجوة كبيرة في هذا الأمر. لذلك لما قال له سيدنا عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر أن يضرب رأس هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر هل تريد أن تتحدث عني العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ فانظروا إلى هذه النظرة البعيدة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده نظرة بعيدة، وهذه حكمة تتجلى فيها مظهر النبوة بأسمى معانيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد بعوائد هذه المشاهد علينا إن شاء الله، فتكسينا إيمانا وتكسينا نورا إن شاء الله حينما نسمع هذه الأحداث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غزوة المريسيع كان للمنافقين دور كبير في هذه الغزوة، ومبدأ أمرهم في هذا التثبيط وهذا الدور في ثني المسلمين عن هذا الخير العظيم وهو الجهاد في سبيل الله، أنه حصل مشهد بسيط بين أحد الصحابة المهاجرين وكذلك الأنصار. تزاحم رجل من المهاجرين وهو مولى لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى بجهجاه، تزاحموا على ماء المريسيع كل منهما يريد أن يشرب الأول. المهم أنهم تلاسنا في الكلام حتى ارتفع الصوت بينهما، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وبدأت الحمية وبدأ الأمر يتطور. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ورأى هذا المشهد، فعالج صلى الله عليه وسلم المشكلة بكل حكمة، فقال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم للصحابة أهكذا وأنا بين ظهرانيكم، أو قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. كلمات يسيرة جدا عالج بها النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الموقف. والصادقين في الإيمان من الصحابة رجعوا إلى أمرهم مباشرة، ولكن استغل هذا المشهد وهذا الموقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال انظروا إلى هؤلاء المهاجرين، فتحت لهم بيوتكم وزوجتوهم نساءكم أو كما جاء عنه، وقال الآن يضطهدونكم، والله لا أقول إلا كمن يقول سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هذا الرجل المنافق، طبعا هذا كفيل بأن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه. ولو قتل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول في تلك الغزوة لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم ملامة، لأن الرجل ارتكب كلام خطير جدا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الكلام منه، إلا أنه نقل له من أصحابه، ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أقل هذا الكلام وأنكر الكلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ترفق بالرجل، وهذا يدل على كمال الحكمة، وذلك مشهد من مشاهد النبوة. حتى يقول بعض أهل السير أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول يدعى بعبد الله وقف على مدخل المدينة وحمل سيفه، ولما مر به أبوه حمل السيف ووضعه على عنقه وقال والله لا أجعلك تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل أبيه. المهم لما جاء الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم ودخل إلى المدينة، جاءه ابن هذا المنافق وقال له يا رسول الله سمعت أنك ستقتل أبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به. ومن عجيب أمر ابنه أنه قال إذا أنت آمرا أحدا يقتل أبي فمرني أنا من يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق بأبيك. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الحكمة التي لا تكون إلا من نبي. وفعلا كان من نتاج هذا الأمر وهذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل أصحابه الذين كانوا يؤيدونه ويشجعونه على مثل هذا الأمر جعلوا يشمئزون منه وينتقدونه في كل أفعاله. ولولا تصرف النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم هذا الحكيم لربما فتح النبي عليه الصلاة والسلام له فجوة كبيرة في هذا الأمر. لذلك لما قال له سيدنا عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر أن يضرب رأس هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر هل تريد أن تتحدث عني العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ فانظروا إلى هذه النظرة البعيدة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده نظرة بعيدة، وهذه حكمة تتجلى فيها مظهر النبوة بأسمى معانيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد بعوائد هذه المشاهد علينا إن شاء الله، فتكسينا إيمانا وتكسينا نورا إن شاء الله حينما نسمع هذه الأحداث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.